السلام عليكم. طلابنا في ساعتين إذا درسهم الطالب تعادل دراسة يوم كامل، وهذول الساعتين أي عمل فكري أفضل توقيت على الإطلاق لإنجازه هذول الساعتين، وأي طالب أو طالبة بدرس في هذول الساعتين النجاح له حتما بل التميز. هذول الساعتين اللي هن الساعتين اللي قبل الفجر، إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوم قيلا، يعني الخير كله والكلام والقوام الجميل في هذول الساعتين. قم الليل ورتل القرآن ترتيلا، يعني بدك تقرأ القرآن ويصاحب قراءتك للقرآن الفهم العام للأحكام. قم الليل ما تقوم النهار. فهذول الساعتين أي طالب علم بقرأ فيهم النجاح له بل التميز حتما. من الناحية الطبية في هذول الساعتين أثبت العلم أن معدل الأدرينالين يرتفع بالجسم إلى حد كبير، يعني نسبة الذكاء عند الإنسان بهذول الساعتين بتكون عالية جدا. أسأل الله لكم التوفيق وتكون هاي المعلومة لكم مفيدة. وأنا في زماناتي جربت هذول الساعتين، نعم كان لهم كل الفائدة على الإطلاق. يعطيكم العافية.